أحسن الله إليكم. في سؤال ثالث تقول: أرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا بيان معنى النميمة وحكمها والوعيد فيها، وذلك لأنها منتشرة عندنا، وما الفرق بينها وبين الغيبة؟ النميمة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومعناها نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم وزرع البغضاء بينهم، بأن يذهب إلى شخص ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ليغير صدره عليه، ثم يذهب إلى الثاني ويقول له مثل ذلك، فهذا عمل خبيث. قد حذر الله من النمامين بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الحديث أن النميمة من أسباب عذاب القبر، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، ذلك لأن النمام يفسد بين الناس ويوغر الصدور ويوقع العداوة بين المسلمين، فهو مفسد من المفسدين في الأرض. وأما الغيبة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معناها، وهي ذكرك أخاك بما يكره، لأن تذكر عن شخص غائب ما يكره ذكره كذكر عيوبه ومساويه وغير ذلك، هذا هو الغيبة. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. قد حذر الله من الغيبة في كتابه الكريم، قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم.